غنعطيكم غريبة. إيه غريبة هذه سهلة ناجحة 100%. عندنا فيها 100 غرام ديال اللوز بالقشرة ديالو، تندخلو الفران يتحمر وتنخرجوه تنطحنوه، هي ماشي يتحمر يتحمر مزيان، غير سخون واحد شوية. إيه تنخرجوه وتنطحنوه غبرة. تنخلطو معاه 100 غرام ديال الزبدة، واحد 80 غرام ديال السكر كلاصي، دونك السكر كلاصي والزبده هي الاولى تنخلطوهم، شويه ديال المليحه، شويه ديال الفاني، تزيدوا عليها هذيك 100 غرام ديال اللوز اللي بالقشره مطحون غبره، نزيدوا عليها واحد 50 غرام ديال الزنجلان محمر صحيح، واحد 5 معالق كبار ديال الزيت، وواحد جوج خمارات، وتنجمعوا بالطحين حسب الخليط. تنكورو الكويرات ديالنا وتنديروهم في سكر كلاصي سبيسيال، ماشي سكر كلاصي العادي اللي تتباع في الحانوت. اييه وتنديروهم في التبصيل ديالنا ديال الفران، وتنديرو في الوسط ديالو واحد اللوزه. وتندخلوهم الفران. راه تنطيبو دائما غريبه من الوجه ديالها هي الاول. اييه من الفوق. اييه وعاد تنطلعوها طيب من تحت. اييه واخا تبارك الله عليك.